بهذه اللوحات الترابية التي تعبر عن تراث سوريا، افتتح معرض للفنون في صالة كيالي بدمشق. معرض الفنانة جوليا سعيد، والذي تمثل بالشيء الجديد وهو استخدام الألوان الترابية، فقد عبرت عن كل محافظة بلون التراب الخاص فيها، بالنسبة للسويدة واللاذقية وحلب. هذا النمط هو جديد علينا. استخدمت أيضا في مواضيعها التراث العربي السوري، فأعطت من كل محافظة التراث العائد لها، مثل حماء النواعير مثلا، دير الزور، الجسر المعلق. وأيضا استخدمت العنصر النسائي في معرضها، أعطت اهتمام للمرأة بكافة المحافظات وبكافة الأزياء الخاصة بهذه المحافظات. نرجو دائما بالنسبة للفن التشكيلي الارتقاء إلى أفكار جديدة ومواضيع جديدة ومواد جديدة أيضا. المعرض ضم 25 لوحة تراثية عبر مزيج التراب الذي شكل مع الماء قصصا مختلفة تحدثت عن الفلكلور السوري. حبيت افتح المعرض هون بالشام، ما في ألوان بس بالتراب، من تراب بلدي اللي أنا جمعته بكل محبة، اللي هو يعني جد ما في أحلى منه وما في أغلى منه. شكلت منه لوحات فنية عبرت فيها عن أنصة بكل حالاتها، عكست تراث بلادي اللي هو مثل ما ورثونا الآباء لازم نحن نورثه كمان للأبناء، ورسمت عن الطبيعة، عن الورود، حاولت نوع يعني يعني جربت أكثر من موضوع بهالمجال هذا. الأعمال الفنية الموجودة للفنانة جوليا لفت نظري الخامة المستخدمة اللي هي التراب، وهذا شيء جميل لأنه نحن من تراب، وبالتالي لما نقف أمام العمل في كونكت بيننا وبين العمل، وبالتالي كلكم من آدم وآدم من تراب، وهذا اللي بيخلي العمل كتير قريب من المتلقي. خطوة جديدة في الفن التشكيلي السوري المتواجد على خارطة الفن العالمي، تشكل ذائقة جمالية تعبر عن التراث السوري.